نواصلوا أعمالنا. نواصلوا أعمالنا. ليه ليه ميزينا تعاو حتى. نقطة نظام سيدة كلثوم. سيدة كلثوم سيدة من نحترموا بعضنا من بعضكم، مش معقول راهو هذا اللي قاعد يصير. سيدة من يا إبراهيم، سيدة الرئيسة، سيدة الرئيسة، بقطع النظر عن نتيجة التصويت ونحن في آلية ديمقراطية نسلم بها جميعا. منذ قليل اتهم بعض الزملاء هذا المحضر بالتدليس، وقال أحد الزملاء هؤلاء مجرمة. أنا أدعو رئيس المجلس إلى فتح تحقيق في هذا الكلام الذي قيل. هذا كلام خطير جدا ولا يمكن أن يمر هكذا في مجلس نواب الشعب. نرفع الجلسة، نكتفي بهذا القدر ونرفع الجلسة.